وحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء في القرآن الكريم وشكرهم، فقال عز وجل عن نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. شوف يعني الله سبحانه وتعالى لما وصف سيدنا نوح عليه السلام اللي هو من أولي العزم من الرسل وأول الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الناس إنه كان عبدا شكورا. وقال عز وجل عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. شاكرا لأنعمه، يعني شاكر لأنعم الله سبحانه وتعالى. يبقى ينبغي على الإنسان لما يقرأ هذه الآية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام ينبغي عليه أن يقف عندها ويقول يعني كيف يكون سيدنا إبراهيم عليه السلام شاكر لأنعم الله، يعني ليعني نعم الله وأنا لم أشكر نعم الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم يكون الإنسان شاكر لأنعم الله عليه، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. وقال سبحانه وتعالى عن سيدنا موسى عليه السلام: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وكن من الشاكرين. وقال عن سيدنا داود: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني عشان برضو تعلم أنك لست يعني حينما تبتعد عن شكر الله سبحانه وتعالى أنك يعني مش كل الناس بيشكر الله عز وجل، مش كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بيشكر الله سبحانه وتعالى، لدى القليل فقط هم الذين يشكرون الله عز وجل على الإيه؟ على النعم. يعني وده في ناس بتشكر الله سبحانه وتعالى على حتى الابتلاءات التي يبتليهم الله سبحانه وتعالى بها، سواء ابتلاء في صحتي، ابتلاء في أولادي، ابتلاء في أي أمر من الأمور، ابتلاء في العمل، في الرزق، فبيشكر لأنه عارف أن هذا نوع من محبة الله سبحانه وتعالى له، وأن الله عز وجل يكفر عنه ويغفر له ويزيد من ناحية الأجر ومن ناحية المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يعني بينظروا إلى الابتلاء من منظور آخر اللي هو منظور الرضا بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فالمقصد أن الله عز وجل حينما يقول اعملوا آل داود شكرا، يعني لم يقل قولوا آل داود شكرا لله، وإنما قال اعملوا، بمعنى ذلك أن الشكر لابد فيه من الايه؟ من العمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. ونلحظ كما قلنا أن القرآن وجه إلى ضرورة العمل أو إلى ضرورة لزوم الشكر بالعمل، أن هناك فرق بين شكر القول وشكر العمل. فشكر القول باللسان فقط يسمى حمدا وبالعمل يسمى شكرا. لكن يعني انت لما تحمد الله سبحانه وتعالى او لما تشكر باللسان فقط ده يسمى بالايه؟ بالحمد. انما الشكر بالعمل والشكر بالجوارح ده يسمى شكر لله سبحانه وتعالى. وحكى الله سبحانه وتعالى شكر سليمان ابن سيدنا داود عليه السلام لربه عز وجل في مشهدين. مشهد الاول حينما جاء اليه بعرش ملكة سبأ فقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا بقى ده نعم، يعني ده من الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان لما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالنعم ويفتح عليه من أمور الدين والدنيا فيوجب بقى يقول ده هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أنا في اختبار ليبلوني أأشكر أم أكفر. يعني مش هيكفر بالله، كما قلنا هناك فرق بين كفر دون كفر، ده ربما يكفر بنعم الله فلا يشكر. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. والمشهد الثاني في قصة النملة حينما يعني سمع النملة وهي تتحدث: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يشعرون. فتبسم ضحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآيات. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد خاطبه الله عز وجل بقوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني ده هذا الحديث سبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أكثر من قيام الليل فالسيدة عائشة بتقول له: يعني يا رسول الله يعني أفلا نمت قليلا أو يعني قللت من عبادة قيام الليل، فقال: أفلا أكون عبدا إيه شكرا. وهذا أيضا يدلون على أن الشكر لابد أن إيه أن يكون بالعمل لله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي اجعلني شكارا لك. شكارا، شوف صيغة مبالغة من الشكر، شكارا لك، ربي اجعلني شكارا لك، وفي رواية اجعلني شاكرا لك.